السلام عليكم. دلوقتي هنعمل تيبل في برنامج الاكسل عشان ننظم المعلومات اللي فيه. طيب دلوقتي انا عملت سيلكت واروح للانسيرت واقول له تيبل، بيقول لي حدد حدود التيبل. ممكن تدوس اوكي او تحدد الحدود لو انت عايز تكبرها او تصغرها زي ما انت عايز، تمام. وبعد كده تقول له اوكي. هنا بيقول لي ماي تيبل هاز هيدر، يعني اول صف هنا ده يعتبر هيدر ليا. بقول له اوكي. بعد كده هو بيدخلني في الديزاين، فتقدر تختار الشكل اللي انت عايزه، تيبل ستايل بالشكل دوت. في بعض الاختيارات، هيدر رو، عايز يبقى فيه هيدر رو ولا لا. التوتال رو بيبدا يجي يعمل لك الجمع هنا اهوت. مش بس كده، انت ممكن تقول له انا عايز الافريج، عايز الماكسيمم وهكذا. طيب ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز الافريج، ممكن تقول له انا عايز الكاونت، ممكن تقول له انا عايز الماكسيمم، عايز المجموع، عايز الفاريابل وهكذا، تمام. وتقدر تشوف دوت كتيرة. ده طبعا بيسهل لنا الموضوع دوت بالشكل دوت. في اي وقت انت موجود في اي مكان هتيجي هنا وتقول له انا عايز التيبل، فيبدأ يعمل لك سيلكت على التيبل دوت. تقدر انا تقول له الفيرست كولوم عايزه يبقى بولد، وكذلك اللاست كولوم بالشكل دوت.